سيدي، كيف ترى الدور المصري في دعم القدس كمدينة عربية تواجه التهويد والاستيطان؟ الدور المصري، يعني دعني أشكر من خلال شاشتكم الحكومة المصرية، الرئيس المصري، الشعب المصري، هذا الشعب، الجيش المصري، كل مكونات الشعب المصري حقيقة لوقوفها ليس اليوم. هي واكبت وعاصرت القضية الفلسطينية، وهي دائما مع القضية الفلسطينية، وتقدم جمهورية مصر العربية لقضيتنا الفلسطينية الدعم في كل المستويات وفي جميع المجالات وفي كل المحافل، إن كانت هذه المحافل دولية أو إقليمية أو عربية أو غير ذلك. وبالتالي مصر لها دورها المشكور، وهي لا زالت ترعى قضية رأب الصدع الفلسطيني إن شاء الله وتحقيق المصالح الفلسطينية، وترعى هذه القضية في كل المجالات. نجد مصر دائما في الطليعة وفي المقدمة، ونأمل بطبيعة الحال لكل أمتنا العربية ودولنا العربية وكذلك الإسلامية أن تقف بجانب هذه القضية وأن تقدم لها الدعم اللازم في كل المجالات كما أشرنا، لتتكاثف كل الجهود لتحقيق أهداف وغايات الشعب الفلسطيني، ويخرج في النهاية الشعب الفلسطيني إن شاء الله بهذه المؤازرة العربية والإسلامية والدولية منتصرا ومحققا لأهدافه وأماله في الحرية والاستقلال. وأنا أعتقد شعبنا الفلسطيني الذي قدم التضحيات الكثيرة جدير بأن يكون كسائر شعوب العالم. أخيرا، يعني دور الأزهر الشريف في دعم القدس والحفاظ على هويتها. أزهر الشريف مشكورا دائما هو مع القدس، ونحن نتابع البيانات التي تصدر عن الأزهر. ودعني أذكر بمؤتمر نصرة القدس الذي عقد في بدايات عام 2018 وبدعوة من الأزهر الشريف، وقد حضرنا هذا المؤتمر، وكانت توصيات هذا المؤتمر لدعم القدس، ومن ذلك تقرير أو قرار في هذا المؤتمر بأن تدرس مساق للقضية الفلسطينية في المعاهد الأزهرية وفي الكليات الأزهرية. وهذا دور يشكر عليه الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. والأزهر دائما هو بجانب القدس وبجانب أهلها وبجانب القضية الفلسطينية بشكل عام، له هذا الدور العظيم. يعني أنا أقول لا خطر إن شاء الله على الدين الإسلامي وعلى الفقه الإسلامي ما دام هذا الأزهر الشريف يرفع راية الحق وراية العلم وراية الوصول إلى الحكم الشرعي الذي يتوافق مع عدالة إسلامنا ووسطيته.